عطاري براد لويس كان يقول انه زرع الديمقراطيات عشان نقضي على الارهاب في الشرق الاوسط، يجب ان نزرع الديمقراطيات في الدول الفاشله في الشرق الاوسط. يسمونه هذا مذهب لويس او نظريه لويس. يعني بصراحه هو النظريه هذه طلع فيها وقت اجتياح الامريكي على العراق في 2002 2003. قبلها كان دائما يقول انه العرب والمسلمين ما هم كفؤ للديمقراطيه، وما كان يركز الا على تركيا لانه تركيا هي الدوله الوحيده لانها علمانيه انه فيها امل، انما العرب ما كان عنده امل ابدا فيهم لا للديمقراطيه ولا للتقدم. بس من بعد مع حرب العراق واجتياح العراق تغيرت آرائه لانه تقرب جدا من السلطه من البيت الابيض، فما كان عارف انه هذا مشروعهم فمدحهم فيه وكان يقطر لهم يعني.